باش نقول لك خويا الغالي، ربي يستر يحسن العاقبه وكاو غلاو كوي، وربي يعطينا صحة البدن وان شاء الله بلادنا لاباس، وربي يحسن العاقبه. هذاك شادي ماكو عطيني الاسوام، شنو الغالي شنو في المتناول؟ والله باش نقول لك، هي توا الاسوام بارابور للشهر اللي تعدى خير اهو، كيما البطاطا راهو هكا 980 كانت وصلت حتى 1500، والفلفل 3000، والطماطم 2500. بمعنى توا هذوما كي تحطهم هكا حتى شكشوكه ما عادش طيب، 10000 فرنك ما عادش طيب شكشوكه بالحق. واللي عنده زوايز صغيرات شو نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. قداش دخلت للسوق؟ انا دخلت هاي واش هي هاي كلمه حلوه 80 دينار قدامي 15000. فلفل طماطم بطاطا بصل زيتون وطرف واحد لا اله الا الله محمد رسول الله. حاسين تناوش يعني كل دينار ما عملت لك حتى شيء وما زلت ما هاك اش فما هاك 10000 مارسة قداش 60 دينار هذه الورقه تاع القضيه تاع القضيه والله ما زلت ما جرتش كملها هيا سيدي ها وخذينا الخضره هذيا بطاطا وبصل وطماطم وفلفل ما عاد نوصي سبناخ جلبانه وقناريه مانيش ماخذهم على خاطر اللطف ايواش وبتنجان والزيتون وحقه طماطم وزمر وربي يحسن العاقبه تو خلي يشتر القضيه هكا وهذاك اللي فهمها موجود ربي ان شاء الله يعطيك. ليش الدنيا غليت هكا علاش؟ تونس بلاد الخير. خويا من قله الحمد من الناس ما عادش تخاف ربي على خاطر شوف كي الناس تخاف ربي ويقرا حساب غيره تلقاه الدنيا لاباس بحول الله. اما لطف الناس لا عندنا دوله ولا عندنا حكومه ولا عندنا سخط على ريوسنا ولا عندنا فما كان الهم والناس تتعارك والناس تاكل في بعضها. وربي يحصل العاقبه يا خويا الغالي، شو يقول لك؟ انا خمسه حوانا تتباعوا ثلاثه بقى وزوز. شنو نقول لك؟ الحانوت كيما تحل كيما تسكر بيع اثنين، الفريب خلي الدنيا. ديني شعلوا فيها النار، اخزر راهو قضيت ب 30 دينار حتى شوي شوي رطل رطل، تو اللي يحكوا فيه في التلافز ونحن لاهين بالتجاره ولاهين ربطه البصل تو كله متقدم زوز متر وتلقاها ب 2000، معناها هو زاد يشري راهو معناها مولام في المارش سنترال، اما وين الدوله تو وقت خضره رابخ الخضره وقاعده معناها وقتها تو تلقى البصل الرابطه ب 2000 فرانك، البسباس ب 17% وب 18%، ويحكوا على المواطن ويشوفوا البلاتوات ونحن المواطن يبداوا قوش علينا نعيشوا في كندا في امريكا، يا خويا نحن الزوالي مشي معناها حطمونا. حاس به حد الزوالي؟ كيفاش؟ الزوالي ما حاس به حد؟ ما حاس به حد، الناس تخدم المصالح ريت تو هما يشوفوا التلفز في المنابر يبداوا يحكوا على القانون والدستور فصل كذا وفصل 17 و18 و20 ويحكوا لنا في التلفز وما فما شيء، نحن قاعدين ندفعوا في الضرايب، تو نحن تو كي نجوا الخضار مسكين شنو ذنبه؟ هم صعبين عليه في مرشي القرو يجي لهنا باش يبيع لنا بالغالي، تو انا من الصباح مشيت لباب الفله وندور في مرسي سنترال باش بنقص 100 فرنك، جيت نلقاها زادت ل 400 و500. فهمتني؟ والشيء قاعدين يغلوا خويا، يا ريت المواطن هذا نتاع بلاتوات باش يحكيوا باش يفضوا مشاكلهم، اما بالنسبه للمواطن ما حاس به حد ونحن ندفعوا في الضرايب وماهوش متلفتين للمواطن، هما شادين مجلس البرلمان تقول حمام نتاع سينار كامل يتعاركوا على البلايص وكان مشوا فضوا مشاكلنا والاقتصاد باش يطلعوا عندنا راهو بلادنا لاباس عليه وعندنا رجال كانت تحب تخدم ويخا. يعني تونس الخيرات الكل موجوده فيها يا ودي اخزر لكن الاسعار الخيرات عندنا، اما ثم قاعده ثم ناس قاعده تخدمك الناس معناها كيما الكونتر عرفت شنو هي ما فماش مراقبه ريت وانت يجيك في التلفز يقول لك ما بين المدن والمراقبات ودرشنية ما فماش ناس قاعده تخدم في التلفزيون جوست باش يفوض البرنامج نتاعو وكاهو كاو ما فماش حاجه تفرح ما فماش ناس قاعده تراقب ما فماش ناس كل قاعده مع بعضها الرساله اللي تحب توصلها اليوم لوزير التجاره ورئيس الجمهوريه والناس اللي مسؤولين ارحموا شويه المواطن راي الناس يعلم بها ربي راي الناس تاكل في الخبز الشايح راي الناس تاكل في الزبله راهو معناها واحد هاو يخدم باش ياكل الخبز ثم ناس مش قاعده تخدم من الصباح الدور والدور والدور مارشي سنترال البارح النصاب عامل مكتف ايديها الناس مش قاعده تخدم الغلة غالي الخضرة غالي البصل أبسط حاجة البصل ب 2000 فرنك اليوم الإنسان صرف البصل ب 600 ب 800 فرنك كاو هذا معناها يتلفتوا شوية للمواطن بالله يزي من العرك ويزينا من المشاكل في البلاتوات وقاعدين هاو المواطن الكعكة نتاعكم قاعدين في بالنا بها راه غلوا علينا وقتلونا نحن ميتين بالحياة نحن
يقول لك في عهد بن علي، شو في عهد بن علي عايشين خير من الهنين بألف مرة، ايش عملون هذول؟ مرشود قرو كيفاش شعل فيه النار ولد؟ كيلو كيلو القراب، كيلو قراب ب 3500، كيلو الخيار ب 3500، الفلفل هاك شوف عليه الطماطم 2500، والله كاني حرب ما لقينا. انا بطل مرشود قرو ما خديت حتى شيء. قديش يخو فيه الفلفل والطماطم من البيرك قصع؟ هذاك ماشي ب 3200. ها ما فيش، تمشي تمشي تكس في الحك 3500 وركوبيان ومشاكل، ما ثم حتى واحد رابح ولد عمي في الغلاء هذا، حتى واحد ما هو رابح. امشي مرشد قرو وشوف الاسواق، فهمتني خويا؟ كل شيء نار. المواطن يتشكى من غلاء الاسعار ولا؟ بالطبيعة مال شنو؟ شنو خا؟ شنو 20000 ما تعبيش ليه القفرة؟ خويا 20 دينار ما تعبيش ليه القفرة؟ عرفت في بمبل، في بمبل شنو صار؟ بمبل هذايا شيت المستير. الفلفل كله قلعوه. خات علاش؟ باعولهم باعولهم زريعه مضروبه. ها؟ الفلفل الكل قال الاول، الفلفل السنه يوصل 5000 و6000 وما تلقاهوش. الفلفل يتضرب من هنا، يكبر شويه وتلقى يكبر شويه ويتضرب جمل. بيوت ولا شمس؟ لا بيوت، لا بيوت. لا لا، الفلفل هذا تعرف من يجي هذا؟ هذا يجي من مصر. من مصر؟ من مصر، هذا من مصر. يعني هذه سلعه مصريه؟ اي، سلعه مصريه. سلعه مصريه، احنا ما الفلفل الاحمر هذا ما يحمرش عندنا الوقت هذا. هذا تعرف من يجي؟ يجي من تشاد، وبعد من تشاد يجي لمصر، من مصر ليبيا، ومن ليبيا تونس. حارق. هذا الكيلو نتاعه ب 5000. عبر القارات. عبر القارات، هذا ماشي اربع دول، داخل في اربع دول. وجاي لتونس هنا. خويا مرشد يقولوا مرشد، امشي لمرشد يقولوا صوروا وشوفوا شوفوا الدنيا كيفاش. مقدرة الشرائية وقفوة المواطن، احكي لنا شنو أحوال؟ بالنسبة للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي ولات القفة تتكلف له غالية برشا برشا في الوضع الاقتصادي اللي نعيشوا فيه والزيادة في الأسعار، وديما هي نفس الموضوع اللي ديما نحكيو عليه، هو كونه مسالك التوزيع هي المشكله الكبيره للمواطن التونسي، راهي كلها مربوطه ببعضها. يعني اذا كان اليوم نقننوا مسالك التوزيع ونضربوا بايدي حديديه على الناس اللي قاعده يخرج كيلو، تخرج كيلو طماطم ب 500 من عند الفلاح، توصل للوكيل توصل له ب 2000 ب 1500 وب 1800. الانترفال هذاك شكون؟ ماهوش المارشي هذاك، يعني في المارشي انت باش تاخذها ماكسيموم 700 قرو، جيت تلقاها في الناس ب 2000، وهو مسكين الخضار اوبليغاتوار عليه باش يبيعها بالسوم اللي باش يجيبها له القشار. الور لا، اليوم الدوله تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين تاعها، لانه اليوم اذا كان انت مواطن تونسي راهو المقدره الشرائيه نتاعك تكفل به الدوله. اليوم ما نرجعوش نقولوا كنا قبل ب 20 دينار، لا لا، نحن ولاد اليوم، ولاد اليوم يلزم الناس الكل تخم في بعضها، وأول حاجة يلزم نعاودوا نراجعوا مخططاتنا اللي قاعدين نعملوا فيها في السياسة متاع الدولة. سياسة يلزم تكون من الفلاح ونرجعوا لك المواطن، ما نقولوش الزوالي، كلنا الحمد لله لاباس، وما حتى واحد يبقى للشر في تونس. كوزارة التجارة يعني وزارة الفلاحة وغيرها المسؤولين على الأسعار وعلى المنتوجات، شنو الرسالة اللي توجهها لهم اليوم؟ بالنسبة لنواجهوا لوزارة التجارة، السياحة هي الهيكل الأولاني المسؤول على قفة المواطن وعلى الاقتصاد الدولي. ما نحينا وزارة الاقتصاد ما نحيناها نحن اون برانسيب هكا، ولا عندنا يعني وزارة التجارة، ووزارة التجارة هي اللي قاعدة تقنن وهي اللي قاعدة. فما ناس، فما نقولوش نحن وزارة التجارة بها وعليها، لكن قاعدة ساعية، لكن مش بالطريقة اللي هي يلزم تمشي ديريكت تدخل للمواطن، ويلزمها وزارة التجارة تعيش مع المواطن في دار والداخل، لأنه كي تعيش معها الداخل تفهم شنو هي المعضلة الكبيرة. كونه اليوم لازم تحب نعيش ونرجعوا كي لاباس والحمد لله أمورنا لاباس، نعملوا خارطة صحيحة، خارطة فلاحية واقتصادية صحيحة من المنتج للمستهلك.